دين الله عباد الله، واحذروا الفوضى إياكم وإياها، فإنها قرة عين الشيطان. إياكم أن يستجر منكم أولئك الذين ينعقون بكل صوت، إياكم أن يستخفنكم الشيطان والهوى. تمسكوا بدين الله وأحبوا هذا البلد، فهو بلد إسلامي، حافظوا على استقراره وأمنه. إياكم وإحداث الفوضى فيه، فإنها من أكبر الجرائم، هو خيانة عظمى. هذا بلفظ العصر وبكلام الناس، وهو كفر بنعمة الله وتبديل لها في أرض الله. هذا بلد إسلامي ينبغي أن يحب وأن يحرص عليه وأن يراعى أمنه، وأن لا تحدث فيه فوضى، فهي قرة عين الشيطان. يريدون الناس فوضى ويسمونها خلاقة، وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك. ثم يعيدون الترتيب على أجندتهم، على مبادئهم، على مبادئ الكفر والانحلال، على مبادئ الهوى والفجور. إياكم أن تحدثوا فوضى في هذا البلد، تمسكوا بدين ربكم. وإني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلانه؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ حافظوا على أمنه واستقراره، وإياكم وإحداث الفوضى فيه، فإن هذا العيد يأتي في أيام عصيبة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلها بردا وسلاما على هذا البلد وعلى جميع بلاد المسلمين. نسأل الله أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدعة والمعصية، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.